احنا كنطالبوا من هذا السيد هذا اللي خدامين معاه يعمل معنا شي حل. هذا الحل اللي كيبقى داير لنا قال لنا راه عندكم شوماج تكنيك من شهر 12، شهر 12 دوز لنا 150 الف فرانك، كيقول لنا راكم في شوماج تكنيك. شويه ولات عيطت لنا المسؤوله ديالنا، عيطت لنا قالت لنا شهر واحد شوماج تكنيك، كنعرفوا حنا شوماج تكنيك شهرين في العام. البارح ولا البارح عيطت عاود في الجروب وقالت راه باقي زايدكم شهر جوج، يعني منين واحد وجوج شوماج تكنيك يعني شهر 12 شنو كيعني؟ دوزنا غير النص ديال الخلصه وحنا كنسالوا شهر الكونجي ديالنا ديال 3 سنين وحنا خدامين، ما عمر جبرنا الكونجي. اللي بغات الكونجي كدير شهاده مالادي باش يمكن لها تقبض الكونجي ديالها. حنا هاد السيد هذا ما كنطالبوا والو، كنطالبوا منه الا كان مقيد بينا تنوض السلطات تساعد معاه باش يردنا نخدمه. ما كان شي مقيد يجيبوا شي مسؤول اخر باش يكون بينا. هاد الناس هادو كاينين ارامل، كاينين الناس اللي ما عندهمش، كاينين الناس اللي كلشي محتاج، الناس كامله محتاجه. يعني انا من ضمن دوك الناس عندي كريدي ديال المخزن، هزا كريدي كنخلص 120 الف فرانك، يعني منين نعطي انا 120 تبقى لي 30 الف فرانك واش نشري بها الكرده نمشي نقج راسي؟ عندي العيال كيقراو، عندي العايل في لافاك خصو لا نافيت، ما عنديش منين نجيبها له. هذا الراجل هذا حنا ما كان عاديوه، ما كان عاديو روسنا، حنا باغيين نخدمو. مقيد بينا يا مرحبا، ما مقيدش بينا يجيب شي مسؤول اخر. حنا كنطالبو هاد السيد عمل معنا الحل. المشكل ديالنا ديال شركه ديال سورتيكس ديال اهل حسن، سمعتيني؟ اولا قال لك هو مذكراني بينا شهرين ديال شوماج تكنيك، وشهر 12 عطانا نص ماندا، وشهر واحد دوزنا نص ماندا. دابا ملي كنهضروا مع الاداره كتقول لك انا شهر جوج الا ما كان حتى شي حاجه ما عندي ما نعاونكم، سيروا دبروا على راساتكم. اذا حنا دخلنا على يد الملك، كتسمى هذا دعم ملكي، يعني دخلنا حنا يد سيدنا. ان هاد 600 مرة اللي غادي تشرد اغلبيه ارامل مطلقات اللي عندها الراجل معوق الله يحسن العون، وكتعرف انت هاد المنطقه الشماليه ما فيهاش شي خدمه، اذا علاش كيحاربونا في الطرف الخبز ديالنا؟ انا هي كنوجه واحد النقطه اساسيه للمسؤولين، خصهم يشوفوا من جهنا، خصنا في اقرب وقت ننتجوا للعمل ديالنا، لان راه شو الناس قداو المكانه ديال ما وضوا، الناس عندنا ناس فيهم سرطان، عندنا ناس مرض، وانا انا بيدي نقول لك ها سرطان باقي ما درتش عمليه. ما كنبغيوش نقولوها، ما كنبغيوش نسعوا بالنسبه، يقول لك هاد السيده راه كتسعى بينا. هاد الناس كاملين حنا اخوه، حنا كنطلبوا المسؤولين، حنا جينا لتقنا بالعماله، مجينا المره الاولى قالنا سعاده القائد بين يدك اسماء، قالنا نهار الاثنين حنا ضغطنا عليهم غيعيطوا لكم للعمل. دابا ملي جانا قالنا لا حقا سياده العامل غادي يمشي لطنجه غيعمل مع غيعمل الشيما على قبلكم. الناس الالعاش خدامين، علاش حنايا؟ حنا اللي مضررين، حنا النساء. حنا عندنا 600 خلق هنايا، عاد الناس الكبير ما جاوش، المساكن ما عندهمش باش يركبوا، الناس مضرورين، الناس داولهم المكانه ضده. هادشي راه بزاف اخويا، حنا بغينا المسؤولين بغينا كنطلبوا من صاحب الجلال الملك يشوف لنا، يحيد لنا هاد الخوانه، يحيد لنا هاد المفسدين ديال هاد البلاد. علاش كيحاربونا؟ كيحاربوا النساء، كيحاربوا النساء اللي ولداتهم. ما كنطلبوا حتى حاجه، حنا خرجنا نطلبوا رجعوا للخدمه ديالنا ويساعدوه باش رجعوا للخدمه، حيت هاد الناس هادو ما كامل راه مضرر، راه اغلبيه الناس هنايا راه مطلقين ارامل الناس كبار. حنا ما طالبين حتى حاجه، حنا طالبين من السلطات يشوفوا شي حل باش رجعوا للخدمه ديالنا، هذه الحاجه اللي طالبينها حنايا. حنا سيدي حنا ما طالبين حتى شي حاجه من هاد السيد، بغينا عن خدمه. حنايا عندي عندي خمسه د العيال ومطلقه وكاريه، وخصنا نخدموا على وليداتنا. دابا ما عندناش شكون هاد الخدمه هذه، ما كاين حتى شي خدمه، بغينا نشوفوا معنا شي حل الله يرحم الوالدين. حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، وحنا كاملين بينا مضرورين. انا بيدي مضروره، انا بيدي بنيتش اللي في الحبس، وانا الوحيده ارما ما عنديش الراجل كنخدم على ولادي. دابا ملي جلسني انا بني جاه انهيار عصبي، يعني ما عنديش الخلصه ديالي، مني غادي مني غنوصيفط له انا للحبس؟ انا هما جلسوني زعما، كاين علاش خصني نعرف علاش جلسونا؟ حنا كنطالبوا في الخدمه، حنا كنطلبوا حتى شي حاجه اخرى، كنطلبوا الخدمه ديالنا ترجع لنا.